الرسمي للنادي الأهلي برضو نشر تصريح لكارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي، اللي قال فيه إن هو عنده ثقة كبيرة جدا في قدرات لعيبة النادي الأهلي واستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا، وكمان عنده ثقة فيهم إن هم ينفذوا فكره الخططي بشكل نموذجي وكمان يقدروا يستعيدوا لقب دوري أبطال أفريقيا. وقال كمان إن هم عندهم تحدي جديد مع الإنتاج الحربي وإنها هتكون مباراة صعبة، وقال كمان إن الفريق عنده الكثير لتقديمه لجماهير النادي الأهلي، لكن الظروف ضغطت المباريات طبعا والإصابات اللي كانت موجودة هي كانت السبب في الأداء السيء وإنها مسألة وقت مش أكتر. تعالوا دلوقتي بقى نشوف معاكم بعض تصريحات كارتيرون، نشوف قال إيه لقناة النادي الأهلي بعد المباراة. ماتش على المستوى الهجومي كان كويس جدا. Et tout ce qu'on avait fait très très bien pendant 8 matchs avec un seul but encaissé au niveau défensif a été très très mal fait aujourd'hui. C'est sans vouloir faire la fine bouche, c'est une belle victoire. On est à 13 points, on est premier du groupe. من غير ما نوضب الكلام احنا هي نتيجه كويسه، انتصار كويس وطلعنا بيه اول مجموعه. Je suis juste satisfait d'une chose, c'est qu'au niveau du secteur offensif, ça va nous donner beaucoup de confiance. Et au niveau du secteur défensif, ça va nous ramener à beaucoup d'humilité. L'objectif, c'est de se servir des matchs à venir pour vraiment arriver à trouver le parfait équilibre pour être à la fois solide défensivement et performant offensivement. نحاول نشتغل الفترة الجاية عشان نوجد في الماتشات الجاية توازن بين القوة الدفاعية والفاعلية الهجومية. Non, je cherche pas d'excuses, c'est pas nous qui décidons du calendrier. على عذر، مش احنا اللي بنحدد الماتشات، مش احنا بنحدد الماتشات. L'objectif c'était à la fois de redevenir compétitif, d'avoir un état d'esprit formidable. الهدف ان احنا يبقى لينا فاعلية وعندنا روح كويسة. Mais quand on est à la lice, ça passe par le fait d'avoir des résultats. لكن أهم حاجة يكون في نتائج كويسة في الآخر. Aujourd'hui, on est premier du championnat, on est qualifié en quart de finale de Champions League. Et je pense très honnêtement qu'on est encore à 60 ou 70% de notre potentiel. Donc, on va mettre à profit les prochains jours et on va servir de la trêve internationale pour vraiment faire passer un cap supplémentaire à l'équipe. نشتغل فتره الاجازه للتوقفات للماتشات الدوليه عشان نشتغل كويس على لاعبين ونصلح الاخطاء. Parce que je veux surtout comme je l'ai dit c'est que même dans les jours où on joue pas très bien on a un état d'esprit qui nous permet de quand même gagner les matchs. زي ما بقول ان احنا في الايام حتى ما بنلعبش فيها باداء كويس ما بنبقاش راضيين عنه بنلعب بروح كويسه بتخلينا نكسب. La difficulté vous l'avez dit aujourd'hui c'est que au niveau physique ce qu'on fait c'est exceptionnel parce que jouer et enchaîner les matchs tous les 3 jours et les déplacements et rester performant. C'est sûr qu'au niveau de la qualité de jeu, c'est pas toujours top, mais par contre, on est présent au niveau des résultats et ça, c'est le plus important. تابعنا معاكم دلوقتي اهم تصريحات باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي بعد لقاء امبارح وفوز النادي الاهلي طبعا وتصدره المجموعه. نرجع مره ثانيه للموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان النادي الاهلي قدر في نهايه دور المجموعات ان هو يكون اكثر الانديه المشاركه في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا حصدا للنقاط في كل المجموعات. وصل الرصيد النادي الاهلي ل 13 نقطه احتل بيهم طبعا صداره المجموعه الاولى، لكن اوائل بقى المجموعات الثانيه مازيمبي الكونغولي والوداد المغربي وكمان النجم الساحلي التونسي كل الفرق دي كان لكل فريق فيهم 12 نقطة بس. كما ان اليوم السابع اكد ان مايك موتيبي المدير الفني لكامبالا سيتي بعد ما خسر من النادي الاهلي قال ان فريقه واجه خصم قوي جدا بيمتلك لعيبه بيتمتعوا بخبرات كبيره، وقال كمان مدرب كامبالا ان فريقه وقع في اخطاء كتيره جدا في مواجهه النادي الاهلي خصوصا على المستوى الدفاعي، وقال كمان ان هو اتعلم من المواجهه دي وهيعالج الاخطاء اللي ظهرت خلال المرحله اللي جايه.
الوطن سبورت كمان قال ان وليد ازارو مهاجم النادي الاهلي دخل في سباق المنافسه بقوه على لقب هداف دوري ابطال افريقيا. وليد طبعا بعد ما احرز هدفين امبارح بقى رصيده من الاهداف 6 اهداف، احتل بيهم المركز الثاني بعد مالانجو نجيتا مهاجم مازيمبي الكونغولي واللي بيتصدر قائمه الهدافين ب7 اهداف. نروح للموقع الرسمي للنادي الاهلي مره تانية، واللي برضو قال ان باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي استلم النهارده تقرير شامل عن تدريب مجموعه اللعيبه اللي كانوا غايبين عن مباراه كامبالا سيتي، واللي كانوا طبعا بيخوضوا تدريباتهم على ملعب مختار التتش في النادي الاهلي، وكان بيقود وقتها التمارين حسين عبد الدايم مساعد مخطط الاحمال البدنيه، وكمان طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. واشتملت التقارير دي على كل الملاحظات الفنيه والبدنيه الخاصه طبعا بمجموعه اللعيبه واللي كان منهم صبري رحيل وكريم ندفد ومحمد شريف واحمد علاء ومحمود الجزار واحمد حمودي واحمد طارق ومصطفى شوبير وعمرو بركات وعمرو جمال واحمد الشيخ وباسم علي ورامي ربيعه وجونيور اجاييه واحمد ياسر ريان ووريد سليمان وعمار حمدي. برضو الموقع الرسمي للنادي الاهلي النهارده قال ان حسام عاشور وعمرو السوليه لعيبه النادي الاهلي لكره القدم هيعملوا أشياء عشان يطمنوا على إصابتهم عشان طبعا تحدد موقفهم من التدريبات الجماعية. عاشور ساب مباراة كامبالا سيتي امبارح بعد الإصابة في العضلة الضمة، لكن عاشور كان بيعاني من كدمة في الظهر ومع ذلك طبعا كمل المباراة. نروح للشروق. الشروق قالت ان صرح محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي ان الجهاز الفني قفل خلاص صفحه ابطال افريقيا بعد مباراه كامبالا سيتي، واللي طبعا حسمها النادي الاهلي لصالحه وتصدر بيها المجموعه، وقال ان احنا بنستعد دلوقتي بقى لمباراه الانتاج الحربي ومركزين فيها. موقع رسمي برضو للنادي الاهلي قال ان بيستعد النادي الاهلي لمواجهه الانتاج الحربي في منافسه مسابقات الدوري المصري الممتاز واللي هتكون ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي، وكارتيرون خلاص ادى للعيبه راحه النهارده من التمرين عشان ياخدوا بقى نفسهم بعد طبعا ضغط المباريات في الفتره اللي فاتت ويستأنفوا التدريبات ان شاء الله بكره. من كره القدم نروح بقى للالعاب الثانيه. الموقع الرسمي للنادي الاهلي برده كتب ان محمد عادل المدرب العام لفريق كره اليد الرجال قال ان هو عنده رغبه في الفوز بلقب بطوله القسم الدوليه اللي بتستضيفها الامارات، وقال كمان ان البطوله دي بتمثل اهميه عند الجهاز الفني ويحاول ان هو يستفيد منها من خلال الاحتكاك مع مدارس كرويه مختلفه في البطوله دي. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان رجال اليد في النادي الاهلي عندهم مباراه مهمه جدا النهارده مع فريق الهدى السعودي في اطار مباريات بطوله القسم الوديه الساعه 6 مساء 6 ونص كمان بالتحديد على صاله نادي الشرق الرياضي، وكان الفريق عنده تمرين امبارح. حرص عاصم حماد المدير الفني للفريق على تجهيز اللعيبه للمباراه اللي هتقام ان شاء الله الساعه 6 ونص مساء على ملعب الشرقه. الموقع الرسمي للنادي الاهلي برده كتب خبر عن الطايرة عن نهلة سامح كابتن فريق كورة الطايرة، بتقول فيه ان عندنا صعوبات في منافسات الموسم اللي جاي في ظل طبعا رغبتنا ان احنا نحقق نتائج كويسة جدا ونتائج ايجابية وننافس على قمة البطولات، ولكن عندنا المهمة دي محتاجة التركيز من كل اللاعبين وان هم عندهم طبعا ارتباطات في ديسمبر اللي جاي عشان يخوضوا منافسات البطولة العربية في تونس، وده الاهلي طبعا حمل لقبها في الموسم اللي فات. وقالت كمان ان النادي الاهلي بيحترم كل المنافسين في مختلف البطولات المحليه والبطولات العربيه والبطولات الافريقيه. مشاهدينا نطلع دلوقتي لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بعد كده طبعا بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.